احنا هنفضل مع رياضة، لكن يعني في اتجاه مختلف. النهاردة اقتنص اسوان فوز مثير على حساب مضيف وامبي بنتيجة 0-1 على ملعبه، على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، في افتتاح النسخة الجديدة للدوري المصري لموسم 2021. وحقق أسوان الفوز في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد سامي الشيشيني، بينما بيبقى إنبي بلا رصيد بقيادة مديره الفني المخضرم حلمي طولان. ده في الوقت اللي بيستعد فيه نادي الزمالك لانطلاق الموسم الجديد غدا بالجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بمواجهة فريق المقاولين العرب على استاد الكلية الحربية، أملا في اللقب ال13 للنادي الأبيض.